قام محافظ القاهرة إبراهيم صابر بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة ومنع التعديات على عدد من محاور العاصمة التي قامت الدولة بإقامتها لربط شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية. شملت محاور عمر سليمان وسميرة موسى ومحمد علي فهمي وعبد المجيد محمود. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء على جانبي المحاور ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي عليها. وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمنع إلقاء المخلفات على جانبي المحاور والمتابعة الدورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة تجاه المخالفين.